أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة هفوات بايدن. ورقة تقر له تحركاته بالخطوة، اجلس، صافح، اتجه إلى اليمين، التقط صورة. كشفها زوم إحدى الكاميرات أثناء حضوره قمة مجموعة العشرين. أظهرت اللقطة المقربة الرئيس الأمريكي وهو يراجع تلك التعليمات التي قالت ستجلس في المركز وستلقي ملاحظات افتتاحية. كما ضمت الورقة ملاحظات لكيفية التعامل عند إلقاء خطابه، وفي الجزء العلوي والسفلي من الورقة طلبت تعليمات واضحة من بايدن وبخط عريض أن يقوم بقلب الصفحة لرؤية بيانه الافتتاحي. ومن جديد أثارت تلك الواقعة جدلاً وقلقاً حول صحة وسلامة بايدن الذي لا يخلو ظهوره العام أو أي من خطاباته من الهفوات والمعلومات الخاطئة أو مجرد النسيان الكامل للموضوع الذي كان يتحدث عنه. ولم تكد تلاحظ ورقة التعليمات التي حملها بايدن معه في عدة محافل أبرزها قمة 2021 مع بوتين، إلا أن عيون النسر للمصورين كشفت محواها. ورغم أن ورقة التعليمات لا تفارق بايدن، إلا أن حلقة جديدة من هفواته لا تبدو أمرا مستحيلا.